لكن طبعا ده استدعى ان احنا نبص نفتح نشوف ايه، هل هي دي اسوأ سنه؟ طب هل يا ترى عمك ولا عمك ولا بتاع سي هتلر لما موت اكتر من 50,000 من 50 مليون اكتر في الحرب العالميه الثانيه بافكاره المجنونه دي، مش دي كانت سنين سودة؟ طيب لما المغول والتتار دخلوا حرقوا بغداد وعملوا اللي عملوه، بوظوا الثقافة العربية والحضارة ودمروا الدنيا كلها، مش دي سنين سودة؟ لما حصل كذا مش دي سنين سودة؟ لما حصل طاعون مش عارف ايه بتاع موت الانفلونزا الاسبانية ديت خدت 100 مليون 70 مليون 50 مليون، الارقام خلي بالك العالم ما كانش بالارقام دي، يعني العالم ما كانش وقتها 7 مليار، كان اقل من كده بكتير. فلما تضرب في 200 مليون وباء بياخد 200 مليون واحد، وباء خد نص اوروبا نص السكان، وفي الصين وفي الهند اوبئه كتيره جدا جدا فيه، قال لك بقى ايه؟ ما تحترش، في سنه كانت سنه سودة بكل المقاييس. ايه السنه السودة دي يا سيدي؟ قال لك في يوم من الايام صحيت الناس الصبح، صباح بقى تشرق الشمس وكده، فاذا الفجر مطل كالحريق زي ما قلت لكم امبارح، تطل الشمس، الشمس طلعت لكن مش هي، مش هي الشمس، ده منها يمكن مديه اضاءه 10% كده، ومش مش موجوده، يعني مديه اضاءه زي اضاءه القمر تقريبا. طب يمكن ساعه كده ساعتين كده الشمس هتغيب شويه وترجع تطلع، مش فاهمين، كان لسه العلم ما راحش للسكه اللي احنا فيها دي. يا شمس تعالي بقى، يا شمس تعالي زي ست ام كلثوم، تعالي تعالي. بعد سنه تصدق ان هي اتاخرت سنه ونص؟ ام كلثوم قالت يا شمس تعالي بعد سنه، مش قبل سنه، لا ده اتاخرت سنه ونص 18 شهر. شمال الكرة الأرضية معظمه، الشمال كله معظمه مفيش شمس، 100 سنة ونص، 18 شهر التمام والكمال. يعني ايه مفيش شمس؟ هما مش فاهمين، مش عارفين. لكن طب دي تعني ايه؟ يعني الشمس مش طلعتش. احنا زي كورونا دلوقتي، لما احنا ادركنا انه مساله انك تسلم على جارك او بتاع دي حاجه مهمه جدا، ما كناش ناخد بالنا منها، مد ايدينا كده على الماشي اكتشفنا انها حاجه مهمه جدا، علاقتك بمراخيرك حاجه عظيمه جدا، اكتشفت ان طبطبتك على اولادك دي اللي انت ما بتاخدش بالك منها حاجه مهمه جدا لانك انت محروم منها. قال لك لا، لما الشمس تغيب يحصل ايه يا ترى؟ يحصل يا سيدي ان الدنيا تبقى تلج، فبقت حرارة المنطقة دي كلها 2، درجة الحرارة 2، تلج. المطرة بتنزل في الصيف تلج، في الصيف كتل تلج نازلة. طب وايه كمان؟ طب الزرع هيطلع ازاي؟ يعني الزرع هيطلع من الأرض ازاي؟ يعني الناس هتاكل ايه؟ مفيش أكل. يعني الرز اللي زارعينه ده مش هيطلع. طب الذره مش هتطلع. طب البرسيم، طب الخضار، طب البتاع، مفيش حاجه. طب يقدروا يعملوا صوبه ومش عارف ايه؟ لا يا سيدي ما يقدروش، ما يعرفوش. احنا بنتكلم على حاجه بقالها يعني 1500 سنه واكتر، يعني تقريبا كده سنة 536. هذا الحدث حصل في سنة 536 ميلادي. صدق أو لا تصدق، لما الناس بقى تمشي في الشارع تقول لك ده يوم أخبر ما طلعتلوش شمس. هذا حدث في الكرة الأرضية. هما بقى زمان طبعًا الدنيا اتدمرت. وبعديها حصل بقى وباء اسمه وباء جستنيان. ده إمبراطور مشهور جدا، الناس حتى سموه جستنيان العظيم. حصل وباء بقى سنة 540. كنس الدنيا. كنسها. هو ده كان جائحة بجد، يعني كان في كنس.
نص سكان اوروبا من الصين من ال وكان برضو الطعام دوت بادئ برضو من الصين جاي من الناحيه دي. معرفش ايه حكايه الصين في القصه دي، يعني في اكتر من وباء عالمي في الصين. في مصر برضو بتيجي سيرتها كتير لانها مركز. ليه طلع من مصر وانتشر في العالم؟ لان مصر كانت مينه كبيره، اسكندريه البحر المتوسط، فالتجاره كلها بتطلع من هناك، ومصر كانت مزرعه العالم. طلعوا قمح وبيطلعوا بتاعه مش عارف، في شون القمح والحاجات دي بتطلع الفئران، فالفئران بتنطلق وتحمل هذه الاوبئه كلها. فده حصل في العالم. 536 هي اسوأ سنه في تاريخ العالم، تعافى العالم منها بيقول لك بعد تقريبا 100 سنه. سنه 640 اكتشفوا ان العالم بدا يتحرك ويتجدد مره اخرى من هذه الجائحة، الظلام الدامس. الحقيقة أنا ما كنتش قريت أبدا عن الحكاية دي، ما عرفاش خالص، ما جاتليش في أي كتاب قريته ولا في دراستي في تاريخ ولا سمعها. طبعا أعرف الإمبراطور جستنيانوس وتاريخه وكل حاجة لأن ده من دراساتنا، ونسمع عن وباء جستنيان وطاعون جستنيان ده كله موجود في الكتب. إنما وإحنا بندور بنقول دي أسوأ، بدأنا نبحث ولقينا في ناس زمايل كتير او شباب كتير عاملين تقارير عن الحكايه دي، وانا بحييهم على ان هم يعني بيهتموا يدوروا على الحاجات ويطلعوها، ان دي اسوأ سنه. تصور انت كده الشمس ما طلعتش لمده سنه ونص، خلي بالك ما فيش كهرباء، الشمس هي الطاقه العظمى للحياه كلها. انت الوقت ممكن تستبدل الشمس بالطاقة والبتاع والحاجة زي كده، وإن كان طبعا برضو الزراعة والحاجات والجو، الجو باظ تلج. يقول لك الصين اللي هي المفروض إن هي بتبقى حر جدا في الصيف، المطر كان نازل كتل من التلج، فكانت سنة سنة سودة. فدي بيعتبرها العلماء أسوأ سنة في التاريخ.